السلام عليكم، سميتي عبد الحميد شطبي. عبد الحميد شطبي كنسكن في حي عدويات. كنقدم واحد النداء، راني مريض، واحد المرض الحمد لله اللي كيعطيه الله تعالى وتبارك، واحد المرض ديال السرطان. ورانا هذه شي عام ونص وانا متبع بالدواء، ورانا تقهرت على الاحباب الاخوان ديالي، الجمعيات او الاخوان ديالي هنا في المغرب او في الخارج، كنطلب منهم يعاونوني. والله تعالى وتبارك لا يضيع اجر المحسنين، لان الخوت انا دابا كنقول لكم هذه الهضره هذه، راني حشمان بزاف، ما عمري وصلت لهذه المرحله. راي ان المرض كيقهر، رانا في السرطان وقهرني هذه عام ونص، وشريت الدواء وعاودت ودرت ثلاثه تكريطات في النبوله، وحاشاكم راني باقي كنرمي الدم ما بغاش يحبس ليا. ودابا الخوت رانا طالب الله تعالى وتبارك وطالب لكم انتوما، وقفوا في جنبي. الله يرحم لكم الوالدين، لا يضيع الله اجرا، ان الله لا يضيع اجر المحسنين. ان ترحموا اخوانكم يرحمكم الله تعالى وتبارك. وكان شكركم بزاف، وكنطلب لكم بزاف بزاف بعد اول خطره، هي يخلي لكم الله تعالى وتبارك الصحه ديالكم. الصحه هي اللي ما عندهاش الثمن، ولكن عارفها غير اللي حس بها، اللي مجربها. والحمد لله كنطلبوا الله تعالى وتبارك يشافي كل مريض، وينجي اللي هو الصحيحه ديالو، ينجيه الله تعالى وتبارك. وشكرا الاخوان، انا كنطلبكم بزاف بزاف تعاونوني، رانا واقف في الباب الله وفي الباب ديالكم. رانا حشمت في هذا الشيء بزاف، ولكن الوقت اللي جعلني نطلب لكم هكا، لان لا غالب الا الله. ان احنا ضعافين، احنا بنو ادم ضعافين، ولكن كنطلب لي يد، كنمكن لي يدي عندكم، ترحموني، رانا مريض بزاف وما عندي ما نقدم ما ناخر. وشكرا لكم، وشكرا. والنمره ديال التليفون ديالي ديال واتساب، الا بغيتوا تتصلوا بيا واتساب، 06 24 06 50 74، 06 24 06 50 74، هذه النمره ديال واتساب. والتليفون ديريكت اللي بغى يتصل بيا ديريكت هي 06 09 78 26 30. وكنشكركم اخويا، اخوتي كبارين وصغارين، وخوتي المغاربه كاملين كنشكرهم يعاونوني. انا كنطلب لكم هاد المعاونه، وربي هو اللي يعاونكم. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.